الجنوب، أهلا بكم. التقى رئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليوم السبت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي العام الجنوبية. الرئيس الزبيدي ثمن خلال اللقاء مشاركة ممثلي المؤتمر الشعبي الجنوبي الفاعلة في الحوار الوطني الجنوبي والتحاقهم بركبي القوى الوطنية الجنوبية الموقعة على الميثاق الوطنية، مؤكدا انفتاح المجلس على كافة القوى الجنوبية المؤمنة بحق شعب الجنوب في استعادة دولته كاملة السيادة. وفي سياق آخر، اطلع رئيس عيدروس الزبيدي خلال استقباله المهندس أحمد مسعد المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن على سير العمل في المصفى. الرئيس الزبيدي وجه خلال اللقاء ببذل أقصى الجهود لإعادة نشاط المصفى وتسهيل دخول النفط الخام لتغطية الطلب المحلي من المشتقات النفطية وتصدير الفائض. وعسكريا، اطلع رئيس عيدروس الزبيدي خلال استقباله اللواء محسن علي مرصع الكازمي قائد محور الغيضة على مستوى جاهزية قوات المحور. اللقاء ناقش جهود تعزيز كفاءة قدرات منتسبي ألويات ووحدات المحور، مثمنا جهود القوات العسكرية في محافظة المهرة ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة وتعقب المهربين ومكافحة الجريمة. فرضت القوات المسلحة الجنوبية كامل سيطرتها مساء اليوم السبت على وادي الخيالة في مديرية المحفد بمحافظة أبين. القوات الجنوبية عثرت خلال عملية تمشيط الوادي على مخرطة للحديد كانت تستخدمها العناصر الإرهابية في صناعة العبوات الناسفة، مؤكدة في بيان لها مصرع عدد من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابية خلال العملية. الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.